السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي بناتي طلبة الصف الأول ثانوي تمريض، معدنا إن احنا نتكلم عن علم وظائف الأعضاء عن الجلد. الجلد يعتبر من الأعضاء الإخراجية في الجسم، لأن به يتم إخراج بعض الأملاح العضوية وقليل من البولينة مع المية ونسميها بالعرق. احنا عارفين ان الجلد فيه فتحات دي تحتها قنوات لغدد عرق ونسميها مسام الجلد، وان كمية المية اللي بيفرزها الجلد كل يوم تتراوح ما بين 200 ل 500 سنتي كل يوم، تخرج بخور بقى تبخر او تخرج على شكل مية عرق نشر او لا نشر بيها. فإذا كانت سرعة البخر تعادل سرعة إفراز العرق فإن ده لا يرى، وإذا كانت سرعة إفرازه أكتر فإحنا بنشوفه على شكل قطرات مية. ويتحكم في كمية إفراز درجة الحرارة النشاط العضلي، وإن الغدد العرقية اللي تحت الجلد اللي هي في الأدمة بتبقى تحت تأثير الجهاز العصبي السمبثاوي اللي بيتأثر بالانفعالات النفسية زي الخوف والخجل والمجهود العضلي. دي الغدد العرقية ودي القنوات بتاعتها ودي الفتحات بتاعت المسام بتاعت الجلد، دي بصيلات الشعر ودي الشعر جنبها، وان دي مش الوظيفة الوحيدة بتاعت الجلد. الجلد ده غلاف للجسم بيتكون من طبقة خلايا قوية بتحميه من الاصابات والكيماويات والميكروبات. يعني الاصابات اللي احنا بنشوفها في الجلد دي بيتحملها الجلد اكتر ما يتحملها الاعضاء الداخليه. عندي كمان انه بيفرز العرق، بيفرز معاه ماده دهنيه من غدد دهنيه علشان ترطب الجلد، واحنا لسه متكلمين عنه انه بينظم درجه حراره الجسم. يبقى هو بيستخدم او وظايفه كتيره، منها ان هو ينظم درجه حراره الجسم، انه بيفرز ماده دهنيه مع الغدد الدهنيه مع الغدد العرق، انه طبقه الحمايه لكل ما تحته، انه بيفرز العرق، وده له دور في تنظيم سوائل الجسم. نيجي لسوائل الجسم نفسها، بنقول ان الجسم بيحتوي على نسبة كبيرة من المية بتبلغ ما بين 55% 70% من وزن الجسم، بتقل عند السيدات والناس المفرطين في السمنة، لان طبقة الدهون بتقلل كمية المية، بترتفع في الاطفال وتقل مع تقدم السن. والمية الموجودة في الجسم دي بتكون على شكل، مش على شكل المية اللي بنشربها طبعا، تبقى على شكل بلازما، على شكل بروتوبلازم داخل خلايا، خير خلايا، بين الخلايا. توزيع سوائل الجسم، السوائل في الجسم بتتوزع ازاي؟ في عندي سوائل داخل الخلايا، ودي بتكون غالبا اغلب ماء الجسم، وهو الماء الذي يدخل في تركيب البروتوبلازم داخل الخلية ودايب فيه أملاح زي البوتاسيوم والفوسفات وقليل من الصوديوم. ده داخل الخلايا بيبقى البوتاسيوم والفوسفات وحبة بسيطة من الصوديوم. عندي سوائل خارج الخلايا، وتنقسم إلى سوائل داخل الأوعية، الدم والبلازما. السوائل اللي داخل الأوعية هي البلازما، وتحتوي على خلايا كرات دم حمراء وبيضاء وصفائح دموية. وعندي سوائل بين الخلايا، ودي اللي بيحصل ترشيح للأملاح والغذاء بين الخلايا، فتبدأ الخلايا تسحب من بين الخلايا، فلازم يبقى في سائل ما بين الخلايا. وسوائل ما بين الخلايا والسوائل بتاعت البلازما
بتحتوي على املاح، اهم هذه الاملاح الصوديوم والكلور والبيكربونات، وقليل من البوتاسيوم. يعني البوتاسيوم والصوديوم، البوتاسيوم جوه الخليه والصوديوم بره الخليه، شويه منه خش بسيطه ويرجعوا تاني، وشويه برضو من البوتاسيوم يخرج بره الخليه ويرجع تاني. تركيب البلازما والسوائل ما بين الخلايا متقاربه تقريبا، يعني ده زي ده تقريبا، الا ان الخلايا اللي بين الخلايا يحتوي على زلال. توازن كميه السوائل في الجسم، الجسم بيحتفظ بكميه الميه ثابته تقريبا بفضل عمل توازن ما بين الداخل والخارج، وتقوم الكليتين بدور مهم جدا في هذا التوازن، تزيد تسحب ميه ازيد، تقل تقلل ترشيح الميه ونقل في تبول. طيب ايه هي كميه الميه اللي بتدخل الجسم؟ الجسم بيستفيد بميه قد ايه كل يوم؟ عندي تفاعلات داخليه وهي الطريق التمثيلي الغذائي، تفاعلات كيميائيه داخليه بيحصل فيها احتراق السكريات وينتج عنه ثاني اكسيد الكربون وطاقه وميه. الميه دي كميتها تقريبا حوالي 200 سنتي متر مكعب كل يوم، دي بيكتسبها الجسم. عندي المواد الغذائيه اللي انا باكلها الصلبه غير الشرب غير السوائل زي اللحمه والخبز والفاكهه، هي في داخلها بتحتوي على من حوالي من 60 ل 90 سم ميه، في المية ميه. في داخل هذه الحاجات الصلبه اللي احنا بناكلها بتحتوي في داخلها على مياه. انا بحصل على حوالي 300 سم متر مكعب من الميه من المواد الغذائيه. بعد كده الانسان بيتناول سوائل طول النهار، ميه وعصاير وحاجات من هذا القبيل، حوالي 1000 سنتيمتر مكعب، بتزيد شويه في مع زياده العرق وتقل مع قله العرق، بتزيد مع العرق عشان بيحصل احساس بالعطش للماء وبنشرب. لو احنا حسبنا الكميه دي تطلع 1500 سنتي ماء يوميا، يبقى الانسان بيحصل على 1500 سنتي ميه كل يوم. طيب كميه الميه اللي بيفقدها الجسم يوميا، اولا الميه المفقوده عن طريق البول، ثانيا الميه المفقوده عن طريق غير البول. البول بيفقد يوميا حوالي 1000 ل 1500 سنتي متر مكعب كل يوم، على الاقل تقل عن 500 ل 800 سنتي، لو قلت عن كده يحصل فشل كلوي. لابد ان احنا ناخد بالنا وننتبه، لان في مواد لازم اتخلص منها من فترات التمثيل الغذائي عن طريق البول، فلما يقل حجم البول عن 500 في اليوم ده ما بيمكنش الجسم انه يطلع كل الفترات، وكلما قل حجم البول زادت نسبة الفضلات وزادت كثافته النسبية. تاني حاجة، احنا عندنا الماء المفقود عن طريق غير البول، والماء المفقود عن طريق غير البول عندي الماء الذي يفقده الجسم لا شعوريا زي بخار المية الموجود في الزفير، بخار المية اللي بيفقد عن طريق تبخر من الجلد العرق بس يطلع على شكل بخار مية، وعندي العرق نفسه بيفقد كمية من السوائل عن طريق العرق، وعندي المية المفقودة في البراز، ودي بنفقد حوالي 200 سنتي متر مكعب يوميا لو كان البراز طبيعي، مفيش إسهال مفيش قيد. طيب ايه اللي بينظم كمية المية في الجسم؟ الكليتين بيقوموا بدور ايجابي جدا وهم اللي عليهم الاساس، اما الرئتين والجلد والحاجات الباقيه دول دورهم سلبي. الكليتين تقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه وما تبقى انا هقوم به. يتحكم في كميه البول بعض الغدد الصماء زي الغده النخاميه، فتقل كميه البول اذا زاد العرق.
في بعض الحالات المرضية بيفقد الإنسان كميات من السوائل زي الحوادث، زي العمليات الجراحية، زي القيء والإسهال، زي الحروق، فيجب حساب زي حساب الكميات اللي بتفقد. وأنا بتابع العيان هديله قد إيه وأخرج منه خارج منه قد إيه، لازم يتحسب الداخل والخارج. في حساب توازن السوائل بالجسم لابد ننتبه في الحالات المرضية وبعد العمليات الجراحية، ويجب عمل توازن لسوائل الداخل والخارج، ويتم عمل حساب للسوائل التي تفقدها التي يفقدها الجسم لا شعوريا زي هواء الزفير والبخر عن طريق الجلد. اعمل حسابي وانا بكتب السوائل بتاعت العيان دي ان اعمل حسابي في 200 سم زياده 500 زياده علشان البخر عن طريق زفير وعن طريق الجلد. ده كده بيبقى اسمه حساب سوائل الجسم، وده اتزان سوائل الجسم وتنظيمها ازاي بتحصل وازاي بتكون. كده ابنائي بناتي نكون خلصنا الدرس، وان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.